الملحوظة أستاذة إنجي وهي قدمت الحاضرين على إن هم أفشلوا الاجتماع و هذا ما لم أقصده. يعني هذا ما لا أنا مش بدافع عنهم على فكرة، أنا كنت مستاء جدا من كلمات كثيرة جدا اتقالت يعني، وكان في عبس بيتقال زي ما نلغي الانتخابات سنة، وناس تقول ما نعين ما الرئيس يعين 120 زائد 25، كان في عبس ما قلتش لأ، بس مش هو ده السبب. لو صح ان احنا نقول في مشاكل في الاجتماع، طب ايه السبب؟ السبب الاساسي في رايي انه الاجتماع ما اتعملش على اساس علمي مظبوط. الاساس العلمي، انت لو كنت لسه في مرحله ما قبل تعديل المشروع القانون او القانون يعني، وما عملتش اي تعديلات وصدر الحكم ولسه بصدد التعديل، اعمل حوار مجتمعي واسمع من الناس الاول قبل ما تشرع في التعديل. لكن بعد ما تشرع في التعديل وتقعد الشهر اللي الرئيس قال عليه فاتح حوار مجتمعي مفتوح من غير ما تقدم لي مشروع القانون اللي انا ممكن اقول عليه كلام، هو ده المشكلة. انا دلوقتي بعد شهر كامل مفروض خلاص هو عنده مشروع قانون، مفروض يدهنا ونعمل حوار مجتمعي عليه المجتمع كله، ويعمل اجتماعات زي ما هو عايز، والاعلام حتى يبلغ بيه وتناقشه حتى التوكشو، كل الكلام ده يبقى حاصل. لكن المشكله ان احنا كنا رايحين نتكلم في حاجه احنا ما قرناهاش. انت عملت التصليحات بتاعتك او التعديلات، انت عملتها المفروض انه عملها المفروض انه عملها. طب انت لما انت عملتها بتسمع حوار مجتمعي ليه؟ طب ما سمعتش الحوار المجتمعي ليه قبل؟